اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، معنا موسى الجميل من نماذج تحدي الاعاقه. ابتسامه جميله بتواجه صديقة من الجميله في كل التحديات. ابتسامه جميله مليانه امل وتفاؤل وعزيمه واصرار تتخطى كل الاعاقات. بسبب حادث سير تعرضت لي صديقتنا الجميله، فقدت ساقيها الاتنين بأثر من أعلى الركبة. بين يوم وليلة أصبحت من ذوي الإعاقة، لكنها صاحبة إرادة. على كراسي مصنوعة من البلاستيك بتعيش حياتها، وابتسامة جميلة بتواجه كل صعب. صديقتنا نموذج جميل مليان أمل وتفاؤل وعزيمة وإصرار. قدرت على الكراسي البلاستيك تستعوض عن بتر ساقية تعيش حياتها. أصدقائنا من ذوي الإرادة مهما واجهوا من صعوبات وتحديات، بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيتحدوا كل صعب. موقفوش عند كلمة معاق، فضلوا العزلة على المجتمع. بالعكس، بقوة إرادتهم وعزيمتهم نجحوا إن هما يتغلبوا على الإعاقة ويتعايشوا معايا ويلزموا كلمة مستحيل. وعلى منصات التتويج حاجة زي مكانة عشان يثبتوا لنا ان الاعاقة الحقيقية اعاقة فكر وليست جسد، وان هما قادرين ان هما يخرجوا للمجتمع وللناس بارادة قوية وعزيمة واصرار. نتمنى ليهم النجاح والتوفيق.